خلونا نستقبل اتصال من الدكتور فاروق فهمي، رئيس مركز تدريس العلوم الأسبق والأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس. صباح الوردة على حضرتك. صباح النور يا فندم. أهلا. صباح الوردة. كنا عايزين حضرتك في البداية تكلمنا عن الجهود اللي الدولة بتقوم بيها في قطاع التعليم. والله قبل ما نقول الجهود اللي بتقوم بيها الدولة، نقول إن الحقيقة هذا العام بنحتفل بالعام العالمي للتعليم في ظل ظروف صعبة على أشقائنا في غزة. إن التعليم، البنية التحتية للتعليم في غزة تقريبا قضي عليه، ولذلك الأمم المتحدة هذا العام أخذت شعار ينعقد تحته هذا العيد: التعلم من أجل سلام دائم. التعلم من أجل سلام دائم. الحقيقة إحنا في مصر عندنا جهود حثيثة في مجال تطوير التعليم، وخصوصا رؤية 2030 في التعليم من أجل الاستدامة، لأن نظام التعليم هو القاطرة اللي بتشد جميع منظومات الدولة. إذا ارتقى نظام التعليم في دولة فبياخد معاه كافة المنظومات بتاعة الدولة، ومن هنا جاء الاهتمام بالتعليم والتدريب في نفس الوقت. التعليم، جودة التعليم والتدريب دون تمييز في إطار مؤسسي كفء وعادل يضمن المساواة للجميع. يعني المفروض يكون في إتاحة وجودة للجميع. مصر طبعا البنية التحتية بالذات للتعليم قامت بجهود كبيرة جدا في السنوات الأخيرة في تحسين البنية التحتية، إدخال الإنترنت للمدارس، التعليم الإلكتروني، الامتحان الإلكتروني، كل ده بيؤهل الطلبة إن هم يكونوا في عصر بنسميه عصر اللي احنا عايشين فيه، عصر الرقمنة. إن احنا عايزين تحول الدولة بكل مكوناتها وأولها الإعداد والتدريب إلى عصر الرقمنة والروبوتات. ومن هنا لابد لنظام التعليم اللي احنا بنقوم بيه حاليا، وشايفين نهضة كبيرة جدا في الجامعات التكنولوجية، وقبل ده في نظام التعليم الثانوي نظام ستيم، ساينس تكنولوجي انجينيرنج اند ماثماتكس، يعني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وهناك مدارس فعلا في كل محافظة في مدرسة أو أكثر للمتفوقين للالتحاق بهذا النظام من التعليم اللي بيأهل الطلبة حاليا للالتحاق بتعليم تكنولوجي يجد ليه فرصة عمل. عظيم. يعني المهم إن أنا أعد طالب وأصرف عليه في الدولة علشان يخرج يلاقي فرصة عمل في الداخل ومنافسة في سوق العمل في الخارج، اللي النهاردة كله بيتحول إلى إيه؟ سوق الرقمنة. طبعا. طيب حضرتك لو كلمنا على قطاع التعليم الفني، هل التعليم الفني واخد فرصة كبيرة في مصر؟ هل ماشي بشكل جيد؟ احنا عندنا يعني قطاعات كتير قوي في موضوع التعليم الفني، يعني شفنا التعليم الفني الصناعي، شفنا يعني أشكال كتير منه والتجاري وغيره، فإزاي ممكن نقدر نطور التعليم الفني ده عشان يخرج لنا شباب جيدين جدا على مستوى العمل؟ والحقيقة في السنوات الأخيرة ابتدت الدولة تهتم اهتمام كبير جدا بالتعليم الفني، لدرجة أن بعض مدارس التعليم الفني بتاخد مجموع أكتر من التعليم العام. وكان النظرة المجتمعية للتعليم الفني أن ده تعليم متدني وأن عيب أن الواحد يخش تعليم فني. النهاردة في مدارس في التعليم الفني بتطبع بعض المؤسسات الصناعية الكبيرة بتعد الطالب بحيث انه يخرج من التعليم الفني يشتغل او يكمل. ومن هنا جاء بقى النظرة للدولة اخيرا والرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمام بالجامعات التكنولوجية وانتشارها، لان الطالب بيخرج من التعليم الفني يطلع على التعليم التكنولوجي يلقى وظيفة تلائمه. لأننا النهاردة عندنا في بطالة، ولكن البطالة دي بطالة تكنولوجية.
يعني ايه بطاله تكنولوجيه؟ ان انا عندي واحد متخرج لكن تكنولوجيا غير متعلم، غير مؤهل. فانا عايز واحد اللي يخرج يكون مؤهل بحيث يقدر يخش يشتغل في مصنع. وفي تلمذه صناعيه كمان ان بيقضوا بعض اوقاتهم في المصانع. صحيح. يعني بيقضي ايام في المدرسه وايام في المصانع. وهذا النوع من التعليم على وهذا النوع من التعليم على فكره من اهم انواع التعليم في المانيا. اكيد طبعا، يعني بنشوفه ده بره مصر فعلا ودلوقتي بنشوفه جوه مصر، ممتاز جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فاروق فهمي، رئيس مركز تدريس العلوم الاسبق والاستاذ بكليه العلوم جامعه عين شمس.